مرحبا، 4 ايام درب كلبك على الحمام. صح وياي، يعني كلب اذكى ثاني كلب بالعالم، بس انه هذا ما يمنع انه تستخدم نفس الطريقه وباقل فتره تقدر تدرب بها كلب على الحمام. احنا نتعرف على الطريقه وشلون خطوه بخطوه بعد الانترو. اول شيء سويته انا ويا هذا الكلب، اول يوم اجى عندي طبعا عنده بيت قفص زين، وتحتاج بادز تمام، واي شيء تقدر تسوي به حواجز. يعني انا سويته، شوف الورقه اللي عندي، خليهم على الحائط. تمام، هذا البيت بيه فرشه، بيه اكله، بيه ماي مالته. الطريقة سويت جوا 2 باكس، طبعا الافضل انه كلهم ملزوقين. اول نوع تجيب لزقه تلزقهم وتخليهم بهذا المكان مثل ما تشوفون. هاي وحده، وهاي الثانيه. تمام، ما عنده اي مساحه فعليا يطلع الكلب غير انه بس مكان ينام بيه، مكان اكله، ومكان اللي هو الحمام. يوم واحد انا بالنسبه لي سويته، انت ممكن تخليه يومين على الطريقه. ليش؟ الكلاب من جوا من رجها كل ما داست اكثر على منطقه وسوت بيها حمام تريد نفس المكان بعد تدور. رجها من الاسود، هذا الاسود من جوا يدور على نفس المكان حتى تسوي بيه حمام. هذا اول يوم. بعدها اللي سويته غيرت بالطريقه، صح هسه مفتوحه من ورا، بس انا اشرح لكم. هذول اجوا لي الاخير هنا بهاي المنطقه، القفص الباب مفتوح من هالجهة، الباز خلينا نقول هنا الحائط، ماكم علاقة انه هسه مفتوحة وراي انا اشرح لكم. يكون هنا باز وحدة، 2 3، والكلب هنا عنده هاي مساحة بس فارغة. تمام، اللي هاي القفص هنا، هاي مساحة فارغة. ثالث يوم لغيت هاي، تمام، ايش بقى عندنا؟ 2، اللي وحدة هنا وحدة هنا، اللي هناك لغيته صار عنده مساحة اكثر. حلو، بعدها بيوم جيت لغيت هذه. حلو، اذا الكلب عندك يشكشك بالحفاضه مثل ما تشوفون، هاي منطقه طبعا يسوي بيها حمام، هاي منطقه يسوي بيها الكلب حمام. جبت لها قاعده، جبت لها هذا الاطار، مع ذلك شوفونا اكو شق. الكلب كل ما انه عليك اذا من النوع يشكشك بالحفاضات، طبعا من حقه، يعني هو محصور بمكان وانه يعني يريد يفرغ طاقته، فبيش راح يفرغه؟ صح يما العاب يما عضاضات، بس يحتاج انه يفرغ الطاقه، ممكن يفرغها بالشق بالبادز. فعمود لا تصير عنده عاده سيئه، كل اللي عليك تراقبه، ومن يسوي حركه تقول له لا. بهالمعنى هذا عمود يعرف انه هذا الشيء غلط. طبعا الافضل تكون انت مراقب سلوك الكلب، انه يجي يسوي حمامه، اول ما يسوي حمام لا تخبص الكلب، خليه يسوي حمام يكمله. مع ما يكمل الكلب انه تكافئه بالتريد، تكافئه بالكلام، تحسسه فعليا انه هو سوى شيء صح. طبعا مثل ما تشوفون هنا انه الغرفه كلها هسه متاحه له، وانه هسه جاهز للتسليم واموره تمام 100%. شوفوا، شفتوا انتوا ايش قد المساحه مفتوحه ودي يلعب الكلب، بس اجى وسوى حمامه قدامكم 100% وما غلط. برافو شطور. شوفوا انا ما خلصت من سوا، جود بوي جود بوي، برافو. بهالطريقه انه نحسس الكلب سوا فشي صح، صدقني ما يرادها اي مجهود. كل اللي عليك انه تكون متفرغ شويه على مود الكلب، اول ما يسوي حمام تفهمه انه هو سوا فشي صح وانت راضي عليه. دير بالك دير بالك دير بالك، هاي 3 مرات اذا كلب سوى غلط تجي انه تعاقب الكلب بالضرب، لان هيك راح تدخل بمشكله ثانيه. الكلب راح يخاف يسوي حمام قدامك بعد، انه انت راح تدخل مشكله ثانيه، انه الكلب راح يروح يختل مكان بزاويه،
ممكن مكان ما تشوفه انت بس تشم الريحه وما تعرف مين فعليا الكبود، يخاف يسوي حمام قدامك فدي راح يسويها من وراك. تعال قد برافو. دير بالك تستخدم انه تتعلم كلبك على الحمام، تحجي مثلا فد زولية عندك او انه فسجادة عندك قديمة تتعلم الكلب عليها. لا، الكلاب هاي ما حتفرق انه هاي سجادة قديمة وهي سجادة جديدة وممنوع اسوي عليها حمام. فمثل ما قلت لكم نعرف ايش نستخدم. انت صح هذه ممكن انت ما تشتريها، ممكن تستخدم تراب، ممكن تستخدم شغلات ثانية، ممكن تستخدم كرتونة، بس صدقني انسب حل لهذه بالاخص اذا عندك كلاب زينة ما حتاخذ من عندك انه باز يعني دائما مثل الكلاب الكبار انه كل حمام لازم تتغير. لا، مثل ما تشوفون هناك حمامك وحمامين، فاني لي باشر يلا غيره، فمرة واحدة باليوم تتغير كلش كافية. شغلة اللخ ممكن الكلب يتعلم على الحمام 100% اللي هو انه يدرر، بس ممكن بالنمبر 2 ممكن يغلط. شلون يغلط؟ طبعا انت حتيجي تشوف انه الحمام نمبر 2 يم البادز، مو معناتها انه الكلب انه سواها يم البادز. ممكن الكلب انه يلف حوالين نفسه فطلع من المكان وسواها برا، ممكن هو ما متقصد هو واقف على البادز بس الحمام طلع برا، تمام؟ وممكن انه هو سواها برا حتى لو انه هو كمان في يم البادز وسواها ما طول، سواها نفس المنطقة عبرها. الكلب بعده مرحلة تدريب، مرة عن مرة الكلب يتعلم تمشي مراته تمام، هي ابدا مو بالعصبية ولا بالضرب، كلها بالعكس بالمحبة. الكلاب تتدرب وتاخذ من عندها احلى نتائج ممكن تاخذها. طبعا انتم مثل ما شفتوا الغرفة شلون متاحة قدامكم وانا دا اشرح وراح الكلب سوى حمام، فهي هاي الطريقة. لا تجي من بداية الفيديو تسألني تقول الكلب يعني ما ادري اسوي حمام هي شيء، شو احضر الفيديو كامل على متوصلك الفكره دائما وتعرف انه شلون طريقه التدريب 100%. اتوقع هيك غطيت كل شيء عن تدريب الحمام، وهواي اكو عندي حلقات بعد انه اشرح بيها بالتفصيل انه شنو الاغلاط اللي سووها الناس، وممكن اكو طرق ثانيه انا شارح بيها غير هاي الطريقه اللي ذكرتها، كلها اخليها بالوصف وبالمقترح نهايه الفيديو راح تطلع لك، تقدر حاب تشوفهم وتراجعهم انه استفاده لك اكثر. اذا حبيتوا هاي الحلقه لا تنسوني بالاشتراك واللايك. تحياتي لكم، مع السلامه.